أجيال؟ ولك هدول الواحد منهم لبين ما يكبر معه بدك تطعمه وتعلمه وتربيه ليكمل معه. خلصت مهلتنا لك الآن؟ القصة بيني وبين أبو كرمو. الحمد لله على السلامة أخي. حلويات المجرة هي الوطنية اللي حتغطي لنا شغلنا من بابه لمحرابه. حطيت أخوك ابن أمك وأبوك 4 سنين بالسجن. عذرني يعني بده يطلع مني. بعد عن أختي هند أبو كرمو. السلطة شغلة عظيمة. بس بلا مال تسوى فلس مصدي. هو ما رايش في غير جيب تغير راسك. على صفيح ساخن اليوم 4 بتوقيت السعودية على NBC1.